الحيرة والقلق، تلك هي النظرة التي يرصد بها محمد المعزوز الواقع وما يحفل به بنفحة من الشعرية والحضور الفلسفي في رواية بأي ذنب رحلت. تتمحور الرواية حول رحي التي عزمت رغم طلاقها من زوجها أن تعيد للأمل وجه، ولأنها كانت تجد في سارتر ودوبوفوار ملاذها وهي تتأمل عالم الموسيقى والفلسفة والحرية والإنسان. قررت أن تخاطب العالم مرة أخرى، أن تقاوم غبش الأيام لتمارس حريتها عبر الموسيقى كما مارستها أمها عبر الرسم والتشكيل، غير أن أمها مارست حريتها بإقدامها على الانتحار وتركت ابنتها صبية، على خلاف رحيل التي اختارت أن تكون حرة بالعزف والغناء لزرع آخر حبة أمل. تبقي رواية بأية ذنب رحلت تحفل الرواية بالدعوة للفكر الفلسفي وإلى قيم الخير والجمال ومقاومة مظاهر القبح والتفسخ والازدراء الإنساني. تتعدد موضوعات الرواية وتتكثف بين الموسيقى والتشكيل والتاريخ، وتحضر الفلسفة بقوة والتأمل بشكل كبير، وكلها ترتبط بالقلق الوجودي وبالسؤال كيف يحمي الإنسان كينونته الداخلية التي يراها تتشظى في كل لحظة أمامه. ففي نظر الكاتب فمصدر هذا القلق اليوم هو تلك التحولات الكبرى التي يشهدها العالم على مستوى العلاقات والقيم والأفكار والأبعاد، تحولات عاصفة أضحت تسرق الإنسان من ذاته لتحيله إلى كائن هلامي فقد تشكله وإنسانيته. لذلك جاءت الرواية دعوة إلى العودة إلى الآدمية وتحصينها عبر الفلسفة وقيم الجمال. تبتعد الرواية في بناء شخصيتها ومتنها الروائي وتشكيلها السردي عن الكتابات الشعبوية والتقريرية، مبتعدة عن التبسيط والابتداء، وتغوص بلغة إيحائية وتأملات فلسفية حتى يعتقد القارئ أنها رواية فلسفية بامتياز ورواية للنخبة. ويعتبر الكاتب هي مجرد تجربة في ممارسة الكتابة، وعبر بناء شخصيتها في الرواية تواجه الظلام ومظاهر القبح والدعوة إلى تحصين الإنسان بتعميده بالفلسفة والفن والجمال. تحضر في الرواية العديد من التقابلات، الشخصيات الروائية تقابل الأم التشكيل والابنة الغناء والموسيقى، نفس المنطلق، لكن الابنة محصنة ضد الهزات النفسية وضد مظاهر البؤس والقبح الاجتماعي، رغم كونها مطلقة وتسمو بنفسها وتتأمل ذاتها وقادرة على المواجهة، في حين أن الأم تنهار في مواجهة قبح الواقع وتفضل الانتحار. عبر شخصيات الرواية يظهر التأثير الفلسفي الذي يصبغه الكاتب عليها، وهو قادم من الحقول الفلسفية، معتبرا أن الكتابة ومغامراتها لا حدود لها ولا انقضاء لتجاربها الإنسانية، والرواية نوع من الاحتجاج الفلسفي من داخل الرواية عما يعتري الذات من وهن وسفوف وتطرف ومن السقوط المريع للإنسان في حضن الماديات. ويعتقد الكاتب أنها لحظة وعي ثاقب بالقدرات التي تلعبها الرواية في توطين الجمال والمحبة وإطار سؤال الفلسفة حول التسامح وفضيلة الاختلاف والعيش المشترك، موضحا لأن عالم اليوم يشهد انزلاقات في القيم والماهية، انجذاب إلى كل معاني القبح والدمار يفعل تأثيرات مختلفة بالتعصب الديني والعرقي والجيني والجيلي. محمد المعزوز قادم من الحقول المعرفية والفلسفية ومن رهانات السؤال،
فهو باحث وكاتب مغربي، ولد عام 1959، حاصل على الدكتوراه في الأنثروبولوجيا السياسية من جامعة السوربون عام 1991، والدكتوراه في الفكر العربي فلسفة عامة من جامعة محمد الخامس عام 1999، وله العديد من الإصدارات في مجال الأنثروبولوجيا السياسية باللغة العربية والفرنسية، منها الإسلام والسياسة وعلم الجمال في الفكر العربي القديم وانشغالات سياسية توثيق للمواقف، وحصلت روايته رفيق الفصول سنة 2007 على جائزة المغرب للكتاب، وتعد بأي ذنب رحلت هي روايته الثانية. ويعتبر أن الكتابة بالنسبة له هي انفلات وجداني ودوي داخلي تتصادم فيه الرؤى والتجارب الإنسانية دون أن تكون مشروطة بما يرغب فيه الآخر، بمعنى أن الكتابة لحظة فوق طلب القارئ أو تجاوز مشاكس لأفق انتظاره. المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.